صباح الخير بنات، كسبحتوا، لاباس عليكم، اموركم هانيه. نتمنى انكم تكونوا ناشطين ناشطين، اموركم هانيه على خير وبخير، ما خاصكم حتى شي خير. اليوم البنات كيف ما كتشوفوا هو الصباح، كيف ما عارفين اليوم هو الصباح ديال السبت، فاليوم ما كتكونش ليكول، ما كايناش المدرسه، فكنقولوا اننا غادي نصبحوا ناعسين واحد شويه. ومع ذلك فيا ربي سلامه حنا ولينا معمرين معبئين، كتوصل داك السبعه فكنوضوا بلا غيزي بلا حتى شي حاجه. وبالعكس السيمانه كامله وانت كتبغي تنوضي معطله، كتبغي تنوضي بكري، فما كتقدريش. ملي كيجي السبت والحد كتقولي اليوم راني غادي نصبح نعسه، فما كيصبح نعاس، كتنوضي كتصبحي نايضه انت والدراري كلشي كيصبح نايض سمحوا لي. المهم البنات اليوم انا صراحه ما عنديش شي بروغرام لي هو محدد ودايره في بالي انني غادي نديرو، ولكن غادي نخليو هاد النهار يدوز هكذا كيدوز، زعما ما غاديش، ما عندي صراحه شي بروغرام، ما قيله راه خارجه ولا داخله ولا زعما ما عندي حتى شي بروغرام اللي هو حاطاه في هاد الويكاند هذا، ولكن غادي نخليو هاد النهار كيف ما قلت لكم يدوز كيف ما هو وصافي. ها نتوما معايا، انا راني كنت عيانه هاد الجو غادي اللي داز، راه تبان لكم هنايا عندي سخانه فهاد القنوفه هادي هابطه، ما تبان لكم ممريكلاش غادي تبان لكم ممريكلاش، راها مهاد الجهه هادي مايله واحد شويه. المهم كيف ما كنقول لكم دائما ما تدققوش ما تدققوش وصافي، راه قنوفه وصافي كتبقى قنوفه وصافي. يا حبيباتي دابا غادي نوجد الفطور، انا وليداتي صراحه غنفطر غير انا وليداتي، وها نتوما معايا، خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو تشوفوا النهار ديالنا كيفاش غادي يدوز انا والوليدات ديالي وصافي حبيباتي. وكيف ما كنقول لكم دائما كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم على خير وبخير. وقبل ما تكملوا معايا لا فيديو، اللي كيشوف لاشين ديالي اول مره ما تنساوش تخليوا ليا اشتراك، والناس اللي معايا ديروا ليا جيم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وخليوا ليا التعاليق ديالكم وتهلاو ليا فراسكم. يلا حبيباتي دوزوا معايا نهار كامل وها نتوما معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. الدار كتصبح ليا مجموعه، فانا يا من طبيعي كنوض كنجمعها بالليل، كنجمع الدار بالليل كنخليها مقاده حيت الصباح كنديهم للمدرسه، فكان ملي كنرجع يلا كنشوف شنو غنوجد للغدا، يلا كنقاد راسي، يلا كنبدل عليا حوايجي، فما كان ما كنبغيش نخلي الدار تصبح ليا مرونه الصباح، فلذلك كنحاول انني نجمعها بالليل. الطبيله ديال الفطور ديالي ها هي انا حطيتها، كنحط صراحه غير كنحط غير هنايا في هاد الطبله هادي الصغيره، عندي الاخرى تما في فين كنجلسو فين كناكلو نورمالمون تمايا فين كناكلو، ولكن ملي كيكون معنا مول الدار فكناكلو تمايا، ملي ما كيكونش كنكتفي انا وليداتي غير بهاد الطبيله الصغيره هنا اللي حطاها غير في هاد المريح. راني ديجا كنت درت لكم واحد التوغ، يعني درت لكم واحد التوغ في المنزل ديالي، ملي كنكون غير انا وليداتي كيف ما قلت لكم، فهاد الطبيله هادي راه كتكفي وكتوفي، ما كان صافي كتبقى ليا التشطيبه كنجرها غير من هنايا وكنجر ندخل الكوزينه، ما كنبغيش نجيب التشطيبه من لهيه. الصالون فدائما كيكون عندي مخمل كيف ما كيبان لكم لهيها، فراه هو دائما عندي مخمل ما كنخليش نهائيا يترون، والحاجه صراحه اللي كترول ليا فكنجمعها دقه باش ما يتعمرش عليا الشغل. المهم حنا دابا غادي نفطروا، ها نتوما معانا.
البنات صراحه بغيت نهضر معاكم في واحد الموضوع، وبغيت زعما ناخذ تعطيوني الاراء ديالكم. ملي ساليت الفطور فتفكرت الموضوع اللي كنت قلت لكم انني غادي نهضر عليك نهضر معاكم عليه، وصافي قلت بما انني هذا النهار هذا فما عندي حتى شي بروغرام، ما حاطه حتى شي بلانينغ باش غادي ندوز هذا النهار، فعلاش لا ما نطرقش لهذا الموضوع دابا وعلاش لا. فالبنات اش غادي نقول لكم، انا يا ولادي كانوا في واحد ليكول، كيف ما اللي شافوا معايا لي فيديو من الاول، كانوا في واحد ليكول كان زعما ما كان عندي معهم حتى شي مشكل. المشكل الوحيد اللي كان هو ان الفرنسيه ما كنتش مقتنعه بها. انا عندي جوج وليدات، واحد كيقرا في لا غروند وواحد كيقرا في سي او ان، يعني في الثاني في القسم الثاني. من مور ما بان لي انايا الوليد اللي في سي او ان يعني الفرنسيه شويه ناقصه ما اقتنعتش بها. فهاد العام هذا اضطريت انني نحولو لواحد ليكول اخرى. ملي ديتو ليكول اخرى فليكول اخرى صراحه الدري الصغير بانت ليا الريزولطا في هاد دومو هادو، بانت ليا الريزولطا يعني رابيدمون، بدا كيشد ليا، بدا كيجيب ليا لي زالفابي، كيجيب ليا لي سيلاب، كيجيب ليا يعني بزاف ديال الحوايج. حنايا انايا كأم فرحت بها، ولكن المشكل اللي كان هو ان الدري اللي في سي او ان يعني الدري اللي في الثاني الكبيبر، فالطريقه ديال التعامل كانت هو كيضربو. فاحنا انا ما تقبلتش الفكره على ان ولدي مدخلاه في البريفي، ومازال الناس يعني كيتعاملوا، مازال الاطر التربويه وباقي المؤسسات التعليميه كتضرب. حنايا كنعرفوا مع زعما كلشي ولا كيعرف، فالمؤسسات التعليميه ولا الضرب ممنوع فيها، يعني كيف ما بغات تكون، سواء كانت ديال الدوله اولا كانت في القطاع الخاص، يعني الضرب راه ولا ممنوع منعا باتا. فكاينين طرق ووسائل بزاف باش اننا نعاقبوا بها الطفل. وعاد انا ملي مشيت هضرت معاه، في الاول كانوا ضربوه، عطاوه 4 ضربات على يديه بالمسطره. فملي مشيت انا ريكلاميت فما كان حتى شي مشكل. هذيك المره الاولى ما كان حتى شي مشكل، وكان الحوار عادي ما بيني وبين الاستاذ. فملي مشيت الاداره قلت لهم بغيت نشوف الاستاذ اللي زعما اللي عنف ولدي. بالنسبه لي انا راه عنف، كيف ما بغات تكون الضربه تكون خفيفه او لا مجهده، فالطفل كطفل في العمر ديال 7 سنوات اون فوا غادي يشوف المعلم ديالو جاي له وهز المسطره في يده باش يضربو، راه داك عنف في حد ذاته، راه عنف بغض النظر على كيفاش كانت الطريقه ديال الضرب. اسمحوا لي غنحيد الصونغري وانا معاك. سمحوا لي البنات، كي خليت التليفون باقي في المود ديال الصونغري وكيدخلوا لي لي ميساج، وكتبقى داك الترنين راه تبرزتني انا وغتبرزتكم نتوما. ها انا حيدتكم نكمل معكم الموضوع. فقلت لكم انا بغض النظر على الضربه كيفاش كانت، واش مجهده درات الطفل ولا ما دراتوش، فيكفي ان المعلم جاي وهز داك العصا في يده وضربو، فهذاك في حد ذاته بالنسبه لي انا راه عنف ياك. فكنتمنى ان تكونوا، ما غنتمناش انكم تكونوا متفقين معايا، فانتوما قولوا لي في التعليق واش انا على صواب ولا انا غلطه. ما علينا نكمل لكم. ملي هضرت مع بياسر ما غاديش نعطي الاسم ديال المؤسسه، فهي مؤسسه اكس في تازه، كاينه، ولكن بطبيعه الحال ما غاديش نعطي الاسم ديال المؤسسه. فكل واحد يعني كاينين الاباء اللي مع الفكره ديال الضرب وكاينين اللي ضد، فكل واحد زعما حر في الطريقه ديال التربيه ديال الاولاد ديالو. فملي مشيت انايا ريكلاميت المره الاولى فكانت المعامله اللي هي مزيانه وما كاين حتى شي مشكل، واخا انهم قالوا لي بلي راه يعني الضربه، حاولوا يقنعوني بلي راه خاصنا نضربو، وبلي راه الاطفال راهما يابسلين وفيهم التحرميات وفيهم بزاف ديال المسائل، ولا ما كانش الضرب فما غاديش يعطيو زعما الطوع. فانا الجواب ديالي اللي كان، فبالنسبه لي انا فكاينين بزاف ديال الطرق باش نعاقبوا بها التلميذ، فكاين بيناتنا واحد الدفتر ديال التواصل. يعني الطفل ديالي اصلا علاش ضربات تضرب في الاول، حيتاش الاستاذ كان كيشرح ولدي كيدور المسطره كيلعب بها في بلاصو، وداكشي اللي كان قال لي ولدي انا ملي هضرت معاه قال لي راه شنو ها علاش ضربني الاستاذ. ملي مشيت انا كنغيكلامي قلت له واش قلتي لي انتبه، واش كتبتيها لي انا في دفتر التواصل وما تواصلتش انا مع ولدي ولقيتيه بنفس الغلط كيعاودو كيلعب لك بالمسطره، واش تواصلتي مع الاداره وهبطتي الدري الاداره؟ قال لي لا ما دارش هادو بثلاثه. فملي ما دارش هادو بثلاثه بالنسبه لي انا ما كانش عليه خاصو يضربو نهائيا، واصلا انا يا كونتر الضرب، سواء دارهم ولا ما دارهمش فالضرب ما خاصوش يكون كحل. ما علينا.
دزت هادي من موراها ما كامله حتى سيمانه. فكيجي عندي ولدي بقيت انا وياه غير في الدار، قلت له جلس ولا غادي نتفاهم معك فغادي نضربك. هو يقول لي يا ماما راه قتلوني بلاصه. قلت له شكون ضربك؟ قال لي ضربتني معلمه اكس. فملي مشيت انا عاوتاني باش نهضر مع المعلمه قالت لي انا راني ضربته على، فانا غنقول لكم السبب وانتم خليو لي. قلت لكم في التعاليق شنو ضربته؟ حيتاش قلب ثلاثه، حيتاش كتب ثلاثه مقلوبه. واش الناس هذا سبب ان الدري تضرب؟ غير قولوا لي واش هل يعقل ان الطفل كيقرا في قسم ثاني ابتدائي وكيقرا في مدرسه خاصه وقلب ثلاثه وغتنوض المعلمه تضربو على حيتاش قلب ثلاثه؟ بالنسبه لي انا هذا راه ما خاصوش يكون، وبالنسبه لي انا هذا خطا كارثي وفادح ما خاصوش يكون نهائيا. يعني قلب ثلاثه خاصني انا نوريه كيفاش تقلب ثلاثه. علاش قلبتي ثلاثه؟ قلبتي ثلاثه خاصني نوريه ثلاثه كيفاش كتكون. يعني اضعف اضعف الايمان غنقول له راه ثلاثه ما كتكتبش مثلا على اليمين، راه كتكون مفتوحه على اليسار ما كتكونش مفتوحه على اليمين. يعني اضعف الايمان. فهو خطا انا غنوريه غنصحح ليه. هذا الدور ديالي كمعلمه في القسم. يعني هو خطأ غلط قلب لي ثلاثة، فغنقول له انا ثلاثة ما كتكتبش هكاك. كيفاش كتكتب؟ ماشي غنهز العصا وغنعطيه جوج ضربات على يديه ياك. فملي مشيت انا كنغيكلامي للمرة الثانية، يعني انا عاد هضرت معاكم، واش انا هضرت مع الادارة وهضرت مع المعلم؟ واش غادي نبقى نهضر مع كل معلم بوحديتو؟ صافي انا غيكلاميت المرة الاولى، وصلت لكم الفكرة ديال انا كونتر الضرب كيف ما بغى يكون. فلا داعي باش نعاود نهضر في هاد نقطة مرة أخرى. من موراها يعني هنا فين غادي الأمور غادي تكبر، كبرات ماشي هنا في الأمور كبرات. فملي هضرت أنا مع المعلمة، أولا المعلمة هضرت معي بواحد الطريقة اللي هي كتقول لي بلي أنت يا ولدك ما خاصكيش تعلميه أنه يتواصل معك ويعطيك الرابور ديال النهار ديالو كيفاش داز في المدرسة فأنا لقيت أفكار يعني تقدر تكون أنا عندي نكون انا غلطه، ولكن انا هذا هو المبدا ديالي فما غاديش يتبدل. يعني انا راني عندي 30 عام دابا، يعني عندي واحد المبادئ اللي ما غاديش يجي شي واحد يبدلها ليا كيف ما بغى يكون. بلس انا ما جيتش باش نهضر معاك على كيفاش انا غادي نربي ولدي ولا كيفاش غنتعامل معاه. انا جيت نريكلامي على الضرب ما بغيتوش، يعني ما كانش خصنا ندخلوا في هذه النقط هذه. فملي هضرت معاك كنتمنى انا لا فيديو هذه ما تجيكمش مطوله. فهذا يعني كمشكل انا طرا ليا وحنايا على ابواب الامتحانات، وقلت غادي نبارطاجيه مع الناس واعطوني الراي ديالكم واش انا اللي غلطه اولا المدرسه اللي غلطه. خليوها ليا في التعاليق. فصافي يا حبيباتي، فملي انا هضرت معها قالت لي انت ما خصكش انك ولدك يجيب لك الرابور ديال النهار. فملي قلت لها علاش ما يجيبليش الرابور ديال النهار؟ قالت لك ولدك غيتشتت له الانتباه، بما انك كتقول له رد البال في المدرسه وشنو قال لك هذا وشنو كيفاش تعامل معك هذا واش ضربوك وفين كتجلس وشنو كتاكل وهذا. يعني انت يا ولدك ما غاديش يقرا، غيبقى رد البال غير مع المعلمه اش كتقول واش كتضرب واش هذا واش هذا. فالجواب ديالي كان قلت لك وقال لك بلي راه بما ان ولدك في مدرسه خاصه يعني راه كاع الامان في يعني فراه في الامان، يعني راه ما غادي يكون حتى مشكل. الجواب ديالي انا كان لا، بما ان ولدي انا يا ما معلماش ما كنقولوش تواصل معايا وعاود لي شنو الرابور اللي تعطالك في النهار على اساس باش يحد ليا المعلمات ويحد ليا الاداره. لا انا ولدي معلماه كنتواصل معاه باش يقول لي شنو كاين، حيت هو كيبقى كطفل يعني اي حاجه ممكن انها توقع اي حاجه. فكيف ما كنعرفوا حنايا راه حنايا يعني على درايه بهاد المشاكل هذه اللي كثره، وحنا محلولين على المواقع التواصل الاجتماعي وكنشوفوا عندنا فكره. ف المدارس الخاصه او العموميه او حتى الحضانات فتره فيهم اغتصاب، فالاباء يعني ترزاو في وليداتهم، كاين منهم اللي مات، كاين اللي تضرب بالخطا ومات. يعني كاينين مشاكل عديده كطراف في المؤسسات. بغض النظر على الاغتصاب، انا ملي قلت اغتصاب فماشي بالضروره يعني شخص بالغ مع طفل صغير او لا واحد من الاطر، لا انا ما كنقصدش هكذا. يقدر يكون غير تلميذ من السادس مع وحيد في السي بي او لا في السي او ان، الاخر يدخل المرحاض الاخر يتبعوه. فماشي بالضروري يكون اغتصاب، يعني يقدر يكون غير شي حوايج غيوريهم له او اللي يقول له او اللي يبغي ان يوصلهم للدري الصغير. فإلا ما كانش انا ولدي على تواصل معايا وكيوصل ليا انايا كلشي، فكيفاش غنعرف انا هادشي وقع في المدرسه؟ يعني هذا هو الجواب اللي كان. فبنت انا بالنسبه لهم بانني واحد الانسان اللي هي مبالغه فيه وراني كنزيد فيه وطربينا تنا سوء تفاهم. فتقريبا كان بحال الا بغيت نقول لكم كان الطرد. ف
فملي جا مول الشيء قال لك بما انك نتوما ولادكم ما بغيتوهمش يضربوا، بما ان نتوما خاصكم تشوفوا ولادكم فين كيجلسوا، خاصكم تشوفوا ولادكم القسم ديالو كي داير، فدي ولدك فين دي ولدك. قلت له انا لا راه ولدي انا كان كيقرا في ليكول، فكنت كنشوف انا ولدي فين كيجلس وكنهضر مع المعلمه ديال ولدي وكنطلع حتى للقسم وكنشوف غير هو، وخا ما كنهضرش مع المعلمه وما كندخلش للقسم باش ما نشتتش انتباه ديال التلاميذ. هاد المسائل انا حنا عارفينها، يعني ملي كيكون هكا يلا دخلوا الدراري والمعلمه يعني كتكون باديه في الدرس وكيدخل شي واحد، فالانتباه ديال الدراري كيتشتت والمعلمه كيتكوبا ليها الدرس، وهادشي كيخلق مشكل. ولكن الا شفت من بعيد فانا كنظن هادشي مسائل اللي هي طبيعيه وعاديه. زياده على ذلك ما تقبلوش الفكره ديال انني ندير سويفي مع ولدي ونشوف ان ولدي فين كيجلس وحدا من كيجلس واين طويله كيجلس فهادشي هذا، وشحال من تلميذ كاين في القسم. فهادشي هذا هما ما تقبلوش، فجمولشي وقال لك باللي بما ان كاينه مؤسسات كتسمح لك بهاد المسائل وكاينه مؤسسات ما كتضربش، فديو ولدكم ديو ولدكم، يعني هزوه ديو، يعني هو الطرد بواحد الطريقه اللي هي هو طرد، ولكن بواحد الطريقه اللي هي زعما كي غنقول لكم طريقه زعما لبقه ماشي هذا. صافي فكان الجواب ديالنا بسم الله زعما ما كاينش المشكل. وفي هذيك العشيه اللي هي ديال الخميس اللي داز، النهار اللي حطيت لكم داك البوست في المنتدى، هزيت وليداتي وجمعت المسائل ديالهم كامله ورديتهم، حيدتهم بدلتهم داك ليكول ديتهم لايكول واحده اخرى. واخا كان مشكل ديال الكتوبه وكان مشكل ديال لي فورنيتور وكان مشكل ديال بزاف ديال المسائل ديال الشهر وكان مشكل ديال بزاف ديال الحوايج، ولكن ما عندك ما دير، يعني قدر الله وما شاء فعل. شكرا. اضطرينا اننا نحولوا، اللهم نحولوا حنا يلا في بدايه العام او الى القراصف وسط ديال العام وفي الامتحانات وفي هذا. ولدي يعني كياكل العصا كيف ما بغات تكون الناس، يعني كيف ما بغات تكون، يعني انا ملي هضرت معاهم فكيقول لك لا راه ما كتقصحش، يعني ملي كهزت المسطره وكتضربو راه ما كتقصحوش كدير له غيها. فالجواب ديالي كان عاوتاني بما ان يا المعلمه على حسب القول ديالكم نتوما كتقولوا بانها ما كتقصحش وكدير غير ها، فالتلميذ بامكانه انه يقول انا ما نخدمش الدرس وغادي نمشي للقسم وغنخلي المعلمه تضربني حيت ما كتقصحنيش، حيت المعلمه غتهز المسطره وغدير لي غير ها. فهذا هو الجواب ديالي كان قلت لها ولا كان قولي ليا باللي تهز المسطره وتضرب بها الطفل، فهذاك هو اسهل طريقه للعقاب بالنسبه للاستاذ، بلا ما يصدع راسو يكتب دفتر تواصل، بلا ما يصدع راسو يدير لي بينيسيون، وبلا ما يصدع راسو يهبط الاداره. فاسهل حاجه هي انه يهز العصا ويعطي التلميذ صات 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 صات، فهذا تعذيب نفسي انا بالنسبه ليا للطفل، وكيكره الماده وكينفر الماده وكينفر المدرسه. انا ولدي ولا كيقول لي ماما شنو عندي، كنقول له عندك هذه الماده، كيقول لي ما بغيتش ندخل عند هذه الماده، علاش؟ حيت كتضربنا وكتغوت علينا. صافي يا البنات هذا الشيء اللي كاين وهذا الشيء اللي طراو. فقلت انا يلاهم نحيد، كنت نورمالمون حيت انا مخلص الشهر قلت نخلي ولدي حتى نكمل الشهر عاد نخرجو، بما انني مخلصه الشهر فمن حقي انني نكمل الشهر. ولكن ملي دورتها قلت ملي غيكمل الشهر فحنا غادي نكونوا في لو ان، نورمالمون عاد خصني نمشيو ليكول اخرى. لو ان كاين لي فاكونس وما غاديش ياخذ لي دوفوار من عند ليكول الجديده باش يخدم انه لي دوفوار، وغيضطر انه يعني ملي غادي يدخل من مور العطله غيلقى الوليدات كلهم حافظين كلهم عندهم لي دوفوار، وعاد حنا الامتحانات راهما في لو 21 نوفمبر غادي يبداو. فقلت لا خاصني انني نهزو دابا بما انه غيتحول فيتحيد دابا ويمشي ليكول اخرى. اللهم نجيو، اللهم تجي في الفلوس ولا تجي في الدري، اللهم تجي في الفلوس ولا تجي في الدري. فكانت مساعده، كانت مساعده من طبيعه الحال من ليكول الثانيه اللي مشينا ليها، كانت مساعده منهم والله يجازيهم بخير. فقالت لي هاد 12 يوم هادي يعني بلا ما تخلصيها بلا حتى شي حاجه، بلوس درت ليهم ترونسبور حيت قريبه وانا نورمالمون كندير لهم ترونسبور غير في البيريود ديال الشتاء، درت ليهم ترونسبور الهادي والمديره اللي في ليكول اللي كيقراو فيها دابا، فتساعدت معايا لواحد الدرجه ما نقولكمش. فتساعدت معايا اولا في البري، ثاني حاجه في 12 يوم هادي قالت لي ما تخلصيهاش الا كنتي غتجيبيهم جيبيهم دابا ماشي مشكل، الاساس هو ان الدراري يقراو. ثاني حاجه ماشي تساعدت معايا غير في الشهر، فحتى في الترونسبور، يعني لا غدا لي نهار الجمعه لقيت ترونسبور مع 9 الصباح واقف حدا الباب باش غادي يدي الوليدات يقراو. فكنقول لكم الاسلوب والتعامل فهو كل شيء، يعني ايكول هي ما مخلصهاش انا في 12 يوم،
زعما 12 يوم انها قالت لي ماشي مشكل، المهم هو ان الدراري قراو فغي جيبي الدراري وعاد مصيفطه لك الترونسبور مع 9 ديال الصباح يدي الوليدات ويجيبهم. فكنقول لكم شوفوا الناس كيفاش كتقلب على الكليان. وعاد اش غادي نقول لكم يعني كاين زعما اش غادي نقول لكم، انا بقيت بوش بي وما كنتش متوقعه ان مؤسسه خاصه تقول لك هز ولادك وديهم. ف بالنسبه لهم انا جيتهم واحد الكليانه اللي هي صعيبه. فانا قلتها للسيده اللي متكلفه مني صافي جمعت ولادي وكنت خارجه، قلت لها باللي الا انا جيتكم كليانه صعيبه فراه كاين مصعب مني، فماشي اي واحد جا وغيكلاما على ولده ما بغاش ولده يتضرب وكان هو ضد العنف غتقول له هز ولادك وسير. فبالنسبه للناس اللي راس مالهم هو الكليان، فبالنسبه لي انا عندي من المستحيل يكون هذا التعامل. وعاد حنا اللي علمونا راه لو كليون سي ان غوا، ولو كليون كيبقى دائما على حق واخا يكون غلط. وفرضا انا وانتي ما تفهمناش في الهضره، يعني الطفل شنو العلاقه؟ ما عنده حتى شي علاقه، الطفل كيبقى بعيد. انا وياك ما تفهمناش في الهضره وما تفهمناش في الاسلوب وطراسو التفاهم، فانا وياك كنهضروا ياك، انا وياك نقولوا حنا ما نبقاوش نهضروا، ولكن التلميذ علاش تقول هزو وديه؟ شنو الذنب ديالو باش حتى دار هو الاصدقاء ديالو بدا كيتوالف ويتهز عاوتاني ويمشي مؤسسه واحده اخرى؟ فهذا هو السؤال المطروح. صافي فملي خرجت انا فما كانش بيني وبين الناس اللي كانوا في داك المؤسسه شي سوء تفاهم او لا شي حاجه، بالعكس فاحنا خرجنا راضيين، لا انا راضيه ولا هي راضيه، وكانت بيناتنا واحد التسامح اكيد. فسوء تفاهم كيوقع وهذا الشيء كيوقع يعني حاجه طبيعيه، وكانت غير واحد رده الفعل اللي هي اش غادي نقول لكم. فنورمالمون هي السيده مولات المؤسسه، ما كنتش غنسمع منها انايا هاد هزي ولادك وديهم لذاك المؤسسه. المشكل اللي كان هو كان معاهم شي طرف اخر، والطرف اخر يعني معصب واحد شويه ولا ما عرفتش انا صراحه كيفاش كانت. فهضره بقات كتجيب هضره حتى وصلنا لهذاك المستوى، ولكن ماشي مشكل الحمد لله لانها جات، وحنا باقيين غير في الاول وباقي ما بداوش الامتحانات. فامتحانات كيف ما قلت لكم حتى 21 نوفمبر، يعني مازال انهم يستدركوا. وعاد ان وليداتي فهم باقيين صغار، يعني بما انهم باقيين صغار ففين ما حطيتيهم غادي يتاقلموا. هادشي اللي كاين البنات، كنت غادي نكمل لكم النهار يعني غادي ندير غدا او لا غادي ندير روتين او لا شي حاجه، ولكن بما ان هذا الموضوع هذا تفكرتو وكنت حطيت في البوست انني غادي نهضر لكم على هذا الموضوع، فقلت لا يعني الناس غيبقاو يتسناو هذا الموضوع هذا. وصافي حبيباتي هادشي اللي كاين، كنتمنى انكم تعطيوني الاراء ديالكم، وكنتمنى انكم تقولوا لي واش على صواب او لا. وشكرا لكم على المتابعه، شكرا بزاف بزاف بزاف، كنتمنى تكونوا لا فيديو حتى الاخر ديال لا فيديو. وشكرا لكم، كثروا ليا ميجام والبارتاج.